السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين عالم فتافيت. معاكم هبة، والنهاردة هعمل معاكم وصفة من الوصفات السهلة واللطيفة الخفيفة جدا. هنعمل مع بعض أصابع الكابوريا أو ما تسمى بأصابع السوريمي. هنعملها سندوتشات لطيفة بعجينة السمبوسك، هتعجبكم جدا زي ما انتم شايفين شكلها، وطعمها كمان هيعجبكم جدا جدا، جربوها. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا الطريقة والمقادير. بس قبل ما نروح، ياريت اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا هنقول بسم الله. واول حاجة عندنا كده، دي اصابع الكابوريا المجمدة او السوريمي ايا كان اللي بتسموه بيه. بتبقى مجمدة كده، تتأكدي طبعا وانتي بتشتريها ان يكون الكيس مش متهوي ابدا، متجمد كده بطريقة كويسة ومحفوظة كويس. بتفتحي الغلاف الخارجي، بعد كده بتلاقي كل صباع جوه الغلاف الخارجي في غلاف تاني، هتفتحيهم كلهم بمنتهى السهولة. للعلم بس مش اكتر يا بنات، دي ما بتبقاش اصابع كابوريا يعني، لا دي بتبقى خليط كده من نوع من انواع السمك السوريمي، وبيتحط لها نسبة كده معينة من لحم الكابوريا. انا عملتها كده زي ما انتم شايفين، فتحتها كلها وحطيتها في قلب البولة، اديت لها معلقة من عصير الليمون، رشة من الزعتر الفريش، رشة من الملح، وكمان رشة من الكمون، وعندي فص ثوم بشرته على الكمية اللي موجودة معايا دي. هسيبهم بقى كده، هقلبهم كويس وهسيبهم يتبلوا مدة ساعة ولا ساعتين على بال ما نحضر العجينة، وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. انا عندي دي عجينة سمبوسك، انا عجناها ومحضراها في فيديو مسبق قبل كده، للي حابب يتابع الطريقة يرجع لها. العجينة كانت موجودة عندي، فما حبيتش ان انا اهدر واعمل عجينة غيرها. هقول لكم طريقة العجينة كده في السريع. انا حطيت كوباية من الدقيق، عليها رشة من الملح ومعلقة من الزيت، عجنتها كويس جدا جدا، وهبتدي زي ما انتم شايفين افردها قدامكم بالشكل ده. طبعا عشان نعمل منها السمبوسك بتتفرد بشكل مختلف شوية، تقدروا طبعا تتابعوا الطريقة لو حابين. بعد ما فردت العجينة كده، هبتدي اقطعها مكعبات او مستطيلات على حسب حجم صباع الكابوريا اللي موجود معايا. لو مش موجود عندك تقدري طبعا تستبدليه بعجينة الجلاش او اي عجينة، بس ما يكونش فيها خميرة علشان خاطر ما تتنفخش بزيادة معاكي. جبت كده المكعب، وبعدين حطيت فيه صباع الكابوريا اللي موجود معايا، وقفلته كده زي ما انتم شايفين بصوابع ايدي ضغطة جامدة كده، وبعدين هديله برمة خفيفة على الرخامة علشان اتأكد انه اتقفل كويس. وبعد كده بالشوكة هاجي من الاطراف، هديها الشكل اللطيف ده كده، حولتها شكلها زي البونبوناية بالظبط. طريقة لطيفة جدا، هتعجبك جدا جدا، جربيها. بعد ما خلصنا الكمية اللي موجودة معانا، هنروح بقى على الزيت. يفضل ان الزيت يكون بارد شوية او يكون دافي علشان ادي فرصة للسندوتشات بتاعتنا او لاصابع الكابوريا انها تستوي كويس. طبعا احنا لفين العجين رول، فمحتاجين ان العجين من جوه يكون مستوي كويس جدا. اول ما هنزلها الزيت هوطي عليها واسيبها لما تستوي براحتها على الاخر، وبعد ما اتأكد انها استوي تخرجها على مناديل مطبخ تشرب الزيت الزيادة اللي فيها. ده كده شكلها بعد ما قدمناها. طبعا تقدري تقدميها جنب اكلات كتير، من اهمها طبعا اكلات البحرية، الشربات والحاجات دي. شايفة شكلها من جوه تحفة جدا، طعمها كمان رائع جدا جدا. عجينة السمبوسك عملناها في البيت بمنتهى السهولة وديت لنا نتيجة ممتازة. طبعا لو عملتيها باي عجين في خميرة هتبقى منفوخة جدا جدا، وهتبقى عاملة كأنها في ساندويتش فينو. فطبعا اللي يعجبك واللي تفضليه، انا عامة حبيتها اكتر في عجينة السمبوسك. دي كانت وصفة النهاردة، اتمنى طبعا ان هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، ودمتم امينين يا احلى متابعين، وفي رعاية الله.